السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله في هذا الفيديو سوف نقوم حل درس استماع برنامج إذاعي ولاية قريات للصف الخامس الفصل الدراسي الأول. طبعا هنا اسم الإذاعة، اسم الإذاعة هي إذاعة سلطنة عمان، إذاعة سلطنة عمان. عنوان البرنامج الموسوعة العمانية، إعداد وتقديم محمد المرجبي، إخراج منى بنت سالم. مصدر المعلومة المجلد الثامن صفحة 2844. هذه هي الأسئلة: اسم الإذاعة إذاعة سلطنة عمان، عنوان البرنامج الموسوعة العمانية، إعداد وتقديم محمد المرجبي، إخراج منى بنت سالم. مصدر المعلومة المجلد الثامن صفحة 2844. الآن نقوم بحل الأسئلة. أهم المدن التي تحيط بولاية قريات: عندنا مسقط وصور ودما والطائين. ودما والطائين أهم جبالها هنا الزعتر، وهنا الأسود، وهنا رأس أبي داود. أهم القرى الأثرية: عندنا العباية والمسفاة والمزارع. أهم القلاع والحصون التاريخية: عندنا دغمر، وعندنا حيل الغاف. أشهر الحرف التقليدية بها: صيد الأسماك والحدادة. صيد الأسماك والحدادة. هذه هي الإجابات في هذه الصفحة. الآن ننتقل للصفحة التي تليها. عندنا هنا حصن فقريات يعرف بحصن الإمام ناصر بن مرشد. هو حصن الساحل. السؤال اللي بعده: واد في ولاية قريات أقيم عليه أحد أبرز السدود المائية. عندنا وادي ضيقة. في ولاية قريات فنون شعبية كثيرة مثل الرزحة والميدان والعازي. في رأيك كيف نستطيع تطوير هذه الفنون؟ طبعا هنا عمل فريق شعبي لهذه الفنون وتقديمها في المناسبات هذه هي الإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الخامس لتعم الفائدة، وكذلك الاشتراك في القناة. وشكرا لكم على حسن الاستماع.